الحقيقة صحف جنوب أفريقيا وأنا بطلعها امبارح عندها قدر عالي جدا من الموضوعية. في كتير منها معترف أنه الأهلي كان يستحق ضربة جزاء، وكتير منها وجه اللوم للحارس أونيانجو على خطأه ضد محمد شريف. ومعظم عناوينهم الحقيقة كانت، هقول لكم بعض، شبكة نيوز 24 الجنوب أفريقية: الأهلي يحقق فوزا مهما للغاية مع أفضلية في النتيجة بعد هدفيه في صن داونز قبل مباراة العودة مع بيتسو موسيماني. وقالت شبكة اي دبليو ان: الأهلي يغرق صن داونز بالضربة القاضية. صحيفة تايمز لايف قالت: موسيماني يتفوق على صن داونز ويقود الأهلي للفوز والأفضلية في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. صحيفة سويتان قالت: الأهلي يمتلك الأفضلية قبل مباراة العودة ببريتوريا، خاصة وأنهم ملوك التكتيك عندما يتقدمون في النتيجة. وصحيفة سيتيزن قالت: الأهلي يتفوق على صن داونز بقيادة موسيماني. وديسكي تايمز قالت: بيتسو موسيماني يحرم صن داونز من تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة ويغلق أبوابه أمام ناديه السابق. كيك أوف قالت: صن داونز يسقط أمام أهلي بيتسو. ده كان مردود صحف جنوب أفريقيا وتعليقاتها. لكن كل مباراة ليها ظروفها، وكل مباراة ليها طبيعتها. لعيبة النادي الأهلي من مجرد ما انتهت المباراة، الكلام واضح جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة: ولا حاجة. أستاذ إبراهيم، الشوط الأول أيوة. خلص، الشوط الثاني في دائما وأبدا شبح الهزيمة 5-0 ما بيطاردنا. ونشكر الجانب المدربين والإداريين بتوع صن داونز ان هم دايما بيفكرونا، فباذن الله نبقى منتبهين للاسباب التي ادت الى هذه الهزيمه الغريبه المريبه. الخميس هيكون عندنا حلقه مهمه جدا ومطوله من 10 لواحدة في سهره مع حضراتكم، هيكون فيها كتير من مساحه الرد على كتير من الافتراءات والافتئات ضد النادي الاهلي. لكن الحقيقه يمكن تفاعلا مع قرارات النادي الاهلي وتقديرا لما أصدره النادي الأهلي من قرارات، عبر الأستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق وأحد كبار رجال الأعمال الزمالكوية عن تقديره لقرارات الأهلي، وكتب تويتة بيقول فيها: ما أعلنه الأهلي بالأمس من قرارات في مجلس إدارته وبالكوادر التي ستتولى تنفيذ قراراته، أعتقد أنه سيكون بعيدا إذا تم التنفيذ هذا بهذا الشكل. هو قايل رأيه فيما يحدث في الزمالك. الحقيقة مش هنقدر نقراه لانه ده امر يخص نادي الزمالك، واحنا زي ما قلنا لكم نفسنا الكل يتفرغ فقط ليه هو الراجل ما ياخده من ناديه. الراجل على فكره بيقول نفس الكلام اللي بيقوله: ما اذا فضلنا نفكر في الامور بنفس الطريقه وما رحناش للاتجاه الموضوعي. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشره مساء الخميس القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير.